وبشأن ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله الصحفي الفلسطيني حسام عز الدين. سيد حسام، مرحبا بكم. يعني هناك أنباء متواترة عن إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في رام الله بزعم محاولته دهس جنود صهاينة. هل تتوفر لديكم معلومات أكثر عن هذه الحادثة سيد حسام؟ مرحبا بك وكل المستمعين. نعم، القضية وقعت في مخيم الأمعري القريب من مدينة رام الله، ولم يكن هناك المستهدفين الذين تم اطلاق النار عليهم قوات احتلال. قوات كبيرة من قوات الاحتلال دخلت مخيم الأمعري وادعت بأن هناك مركبة ارتطمت بإحدى مجنذرات الاحتلال التي كانت تقتحم المخيم وأطلق النار على السائق الذي هو من بلدة بيت حنينة القريبة من القدس والذي تبعد أصلا عن مخيم الأمعري. قضية محاولات الدهس هي جاهزة، مبرر جاهز لدى قوات الاحتلال عند وقوع أي حادثة من هذا النوع، على اعتبار أن الاحتلال هو من يمتلك الرواية ومن يوزعها وهو الذي يتحكم فيها. اقتحام مخيم الأمعري كان لاعتقال شابين وتم اعتقالهما بالفعل من منزلهما في المخيم، وتصادف وجود هؤلاء الشبان في السيارة بالقرب من مكان اقتحام قوات الاحتلال. لكن أخي أود الإشارة إلى أن يعني مثلا إصابة الشاب في مخيم الأمعري ليس هي القضية الأولى التي حدثت خلال 24 ساعة الماضية. هناك يوم أمس في مدينة نابلس أصيب أكثر من 50 فلسطيني ما بين رصاص حي ومطاطي إثر محاولة المستوطنين اقتحام المدينة والوصول إلى ما يسمى قبر يوسف الذين يدعون أنه يعود لهم. أيضا هناك اشتباكات لغاية هذه اللحظة تجري في بلدة ترمس عاية القريبة من مدينة رام الله، حيث احتج الأهالي على محاولة المستوطنين الاستيلاء على أجزاء من أراضي القرية. بمعنى ما أود قوله أن مسألة الاشتباكات والإصابات وإطلاق الرصاص ومصادرات الأراضي والاعتقالات هي باتت في هذه اللحظة باتت يعني حدث شبه يومي وجزء من حياة الفلسطينيين. سيد حسام، هل يمكن ربط هذه الحادثة باقتحام مئات المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المستمر منذ عدة أيام؟ مسجد الأقصى يعني هم كل يوم يدخلون المسجد الأقصى، لكن أيضا الأخطر من ذلك أن هناك معلومات تشهد بأن الاحتلال يحاول إقرار موضوع حق المستوطنين بالصلاة داخل المسجد الأقصى من خلال شرعنة قانون خاص بذلك، بالتالي يعني أن يدخلونه كل يوم مثلما يدخله المسلمين إلى تلك المنطقة. مسجد الأقصى الكل يعلم بأن يعني حدث ليس جديد، مثل ما قلت لك كل يوم يدخلون الأقصى ويحاولون استفزاز مشاعر المسلمين في تلك المنطقة، والأخطر من ذلك أن حكومة الاحتلال تساندهم في هذا الموضوع. أستاذ حسام، جيش الاحتلال يعتقل خطيب المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة، ما هي أبرز التهم التي وجهت إليه؟ نعم، مسألة الاعتقالات أخي يعني منذ حوالي تقريبا الشهرين هناك شبه يوم اعتقالات تجري في مدينة القدس وتحديدا في محيط مخيم في محيط المسجد الأقصى، منها الحراس حراس المسجد الأقصى يتم استدعائهم ويتم توجيه التهم لهم على سبيل المثال التحريض سواء من خلال استخدام السوشيال ميديا أو رجال الدين الذين توجه لهم تهمة التحريض خلال خطبة صلاة الجمعة. أيضا المفتي تم توقيفه قبل حوالي أسبوعين وتم الحديث معه توجيه تهمة التحريض، بمعنى أن يعني الفلسطيني ليس فقط مهدد على الأرض ولكن أيضا مهدد على أي كلمة ممكن أن يطلقها. سيد حسام، هناك إدانة من منظمة التعاون الإسلامي لهذه الاقتحامات، لكن أنتم بصفتكم صحفي كيف تتابعون تعاطي المجتمع الدولي مع هذه الانتهاكات المتكررة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني؟ أه
واضح واضح أخي، مثل ما قلت لك سابقا بأن دخول المسجد الأقصى من قبل المستوطنين هو ليس حدث جديد. إذا عدنا بالتاريخ إلى الخلف، في أحدث ما تم هو كان دخول شارون حينما كان رئيسا للوزراء الإسرائيلي إلى المسجد الأقصى، تسبب في انتفاضة مسلحة في الأراضي الفلسطينية، ووقف المجتمع الدولي ساكتا أو عاجزا عما يجري في مدينة الأقصى تحت مبرر يتسلحون حول حرية الأديان. حرية الأديان بمعنى يدخل كيف يفسرها الإسرائيلي، حرية الأديان يدخل المستوطنين بحراسة هائلة من قوات الاحتلال، بينما المسلم يمنع من الوصول إلى مدينة القدس لأداء الصلاة أو الوصول إلى المسجد الأقصى. مسألة الإدانات أخي، وبكل صراحة أقول بأن الشعب الفلسطيني لم يعد يكترف لمسألة الإدانات والشجب والاستنكار لما يجري في مدينة القدس، على اعتبار بأن مسألة التهويد تتم كل ساعة، ولا يمكن لأي إدانة أو شجب أو استنكار إيقاف ما يقوم به ما تقوم به قوات الاحتلال على الأرض في مدينة القدس في انتظار يعني مسألة الدبلوماسية والانتظار فيما يصدر عن مجلس الأمن أو عن هيئات الدولية. كان واضحا خلال السنوات الماضية بأن الهيئات الدولية لم يخرج عنها سوى إدانات واستنكارات هنا وهناك. القضية بحاجة إلى حل جذري كتقديري، لا أعتقد أنه بالقريب. نعم سيد حسام، من رام الله الصحفي الفلسطيني حسام عز الدين، شكرا جزيلا لكم.